السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بالشركه العامه للخدمات الملاحه الجويه من بغداد، وراح نتعرف عن كل ما يدور خلف الكواليس خصوصا بموضوع الطيران المدني والعسكري وما شابه ذلك. حقيقه جهود جباره مثل ما جاي تشوفون، العديد من الموظفين والعديد من الناس يعملون من اجل خدمه وسلامة وأمن المسافرين والطائرات والطائرين. بالتالي راح نكون معكم اليوم بجولتنا لهذا اليوم، ونبديها مع أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، مية هلا بك. الله يخليك، الله يسلمك. أقول جهود جبارة جاي تكون هنا، والله الشباب العاملين هنا، المراقبين الجويين، دي يقدمون كل ما بوسعهم حتى يخدمون الأجواء العراق من جانب المدني وجانب العسكري. أستاذ مصطفى، شنو التحديات اللي جاي تواجهكم، الصعوبات اللي بالعمل اللي ممكن تكون هنا؟ والله احنا كل التحديات بدنا نحاول نسيطر عليها من كل النواحي، من ناحيه فنيه، من ناحيه اداريه، من ناحيه اجهزه. الحمد لله والشكر كل الامور تمام، والعمل دي يتم على اكمل وجه. لذلك احنا عندنا ترافيك كلش عالي دي يمر بالاجواء العراقيه اليوم، من ناحيه الطيران المدني الداخل من الحدود الكويتيه الى حدود انقره، ومن حدود ايران الى حدود السعوديه وعمان وسوريا. اذا نتحدث اليوم عن دوام الموظفين اللي موجودين هنا، آلية العمل، خصوصا انه يفترض على مدار 24 ساعة موجودين. صحيح، احنا نعمل بنظام الخفارات، موجودين 24 ساعة بهذا الموقع لمدة 365 يوم بالسنة. هذا الموقع ما ينترك تماما، في حال اذا انترك هذا الموقع اكو مواقع بديلة احنا لازم نكون متواجدين بها. في حال عدم توفر المراقب الجوي قدام شاشات الرادار، معناتها الاجواء العراقية راح تكون خالية من اي طائرات مدنية وعسكرية، فضروري تواجد المراقب الجوي بهذا المكان. طيب نوعية الموظفين هنا، اللغة مالتهم لازم يكون حاصل على أقل تقدير هو ليفل 4 بالإنجليش، لازم عنده أبتيتيود عالي بالذكاء الاصطناعي، لأنه إحنا دا نتعامل ويا رادار ويا نقطة بداخل الرادار. أنا مدا أشوف الطيارة، أنا دا أشوف بس النقطة بداخل الرادار، أنا دا أعتبرها هي هاي الطيارة مهما كان حجمها، إذا كانت أصغر طائرة بالعالم أو أكبر طائرة بالعالم أنا أتعامل ويا على أنها هي نقطة. اليوم هاي النقاط اللي جات طلعت تكون بالشاشة، نعم، على كل الطائرات الموجودة، مدنية، شخصية، كل الطائرات، يعني أي طائرة هسه تدخل من الحدود، إذا كانت هليكوبتر أو أي طائرة ثانية من حجم الهليكوبتر إلى أكبر طائرة بالعالم، أول ما تدخل الأجواء العراقية عندنا رادارات تكشف. نعم. زين، بطبيعة الحال الطائرات المسيرة تبين عندكم؟ أكيد كل الطائرات المسيرة لازم تظهر عندنا، وإذا لازم تظهر عندنا. عندنا رادار عسكري وعندنا رادار مدني، عندنا رادار البرايمري وعندنا رادار السكندري، كل الطائرات لازم تظهر بداخل هاي الرادارات، ولا اذا ما تظهر فاني ما راح اقدر اشتغل بالاجواء العراقيه، لانه انا من مسؤوليتي افصل الطائرات طائره عن طائره، لازم اكون افصلها، من افصلها لازم اكون اشوفها، ما اقدر اني طائره ما اشوفها وافصلها. ويدك حبيبي، اهلا وسهلا. شايف الكلام بالتالي متواجدين وياكم، لكن راح ناخذكم بجوله تخص جميع الاقسام الموجوده، او على الاقل اغلب الاقسام والاقسام الرئيسيه اللي موجوده بهذه الشركة. تواصلنا معكم، خليكم معنا. في البداية نرحب بكم قناة الأيام بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية. الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية هي شركة عامة تخصصها هو إدارة الحركة الجوية بالأجواء العراقية للطائرات اللي تعبر الأجواء العراقية أو اللي احتمال تغادر من مطارات العراق إلى أجواء أخرى، أو من الأجواء العراقية تنزل بأحد المطارات العراقية. هذه يعني الصيغة العامة لعملنا. طبيعة الحال أنه اليوم مسؤولين حضراتكم عن كل الطائرات اللي تهبط هنا بمطار بغداد، المطارات البقية اللي موجودة بالمحافظات، كل الطائرات اللي تطير بالأجواء سواء كانت مدنية أو عسكرية، ما دام هذه الطائرات تستخدم الممرات الجوية المدنية يجب أن تكون تحت مسؤوليتنا. خلينا نفهم انه نظامكم ارتباطكم بالعالم بباقي الدول، شلون جاي تتم هاي العمليه؟ عن طريق الاتصالات، عن طريق التواصل. نعم. هناك اكثر من طريقه تواصل، نتصل مع دول الجوار او ممكن حتى ابعد من دول الجوار، اما اذا تواصلنا مع الطائرات فعن طريق التردد اللي يسموه الـ VHF.
نعم. بخصوص انه الدورات التطويريه وما شابه ذلك، المعهد اليوم ممكن عندكم اكاديميات، ممكن انه نواكب العالم هاي الحداثه. اليوم العراق بين الحداثه وبين التطور وين تقريبا؟ واصلين مرحله جيده. احنا عندنا قسم اسمه قسم تدريب الملاحه الجويه. نعم. التابع للشركه، هو المسؤول عن تدريب المراقبين الجويين او مهندسي وفني الاتصالات، ويعدهم يأهلهم أن يكونون قادرين على إدارة الحركة بالموقع. فهذا قسم موجود عندنا، هذه مهامة. مشاهدي الكرام، تواصلنا وياكم بجولتنا لهذا اليوم، بالتأكيد احنا حتى نتعرف أكثر عن طبيعة الشركة وشغلها أو العمل خلال الفترة المقبلة والمستقبلية مع الأستاذ المهندس أستاذ سلام. مهندس سلام أحمد، مدير قسم اتصالات الطيران. طبعا قسم اتصالات الطيران من اقسام الشركه العامه لخدمات الملاحه الجويه، كون القسم المسؤول عن توفير البنى التحتيه الخاصه بالطيران المدني، من توفير تغطيه راداريه وتغطيه صوتيه في جميع الاجواء العراقيه. العراق رب العالمين من عليه بهواي شغلات، من ضمنها الموقع الجغرافي مالته. الموقع الجغرافي يساعدنا يربط العراق، يربط بين الميدل ايست، خلينا نقول هو الشرق الاوسط واوروبا، هو خلينا نقول البيست باث تستخدم الطائرات، هو ابسط او خلينا نقول هو افضل مسار حتى يفرق لها بالتكاليف مالت الوقود. وهذه هذه الطائرات بالطبيعه حتى نبسطها عليكم، خلينا نقول الطائرات اللي عابره من اوروبا وتريد تعبر توصل للخليج لازم تمر خلينا نقول فوق الاجواء العراقيه. قبل ما توصل للاجواء العراقيه كان المفروض اكو تنسيق مسبق انه بالطائره وتفاصيلها حتى تحصل بها موافقات رسميه راح تدخل اجواء بلد وتعتبر هذه السياده هذا البلد، فلازم تحصل موافقات. هذه الموافقات تتم قبل تقريبا يوم بالتنسيق، اي ترسل عن طريق هذه البرقيات اللي تكلمنا عليها مثلا برقيات الاي اف تي ان، تحصل بها الموافقات. اليوم الثاني تجي الطائره قبل ما توصل للحدود اكو تنسيق بين المراقب الجوي اللي في منطقه الاي سي سي او خلينا نقول هي منطقه اللي يسيطر عليها على الاجواء، وخلينا نقول فرضا في تركيا وفي بغداد، هي يصير تنسيق بيناتهم قبل ما توصل الطائره للحدود، يبدا يرتب معاه يقول له حتى مثلا توصل الطائره بهذه التفاصيل مالتها. ف قبل يوم العمليه؟ هذا بنفس اليوم نحصل موافقه انه الطائره تعبر الاجواء، خلينا نقول فرضا. هاي العمليه وهاي العمليه انه تصير اون لاين، خلاص تجي الطائره توصل الحدود، خلينا الحدود العراقيه فرضا التركيه، يبدا ينسق المراقب الجوي مع المراقب الجوي اللي بتركيا، يوصل هي الحدود العراقيه، يقول له خلاص بعد انه انت راح تصير تحت سيطرة المراقب الجوي العراقي، ينطي كل الإحداثيات وراه يستلم العراقي المراقب الجوي. بعد يستلم المراقب الجوي العراقي يمر من كل الأجواء العراقية، هو المسؤول عن سلامته. من تركيا إلى أن يغادر عن طريق خلينا نقول فرضا يعبر البصرة ويحل الكويت، من يوصل قبل ما يوصل الكويت يبدأ التنسيق نفس الحالة. يقول له أوكي المراقب الجوي خلينا نقول هو سيطرة الجوية اللي بالعراق مع سيطرة الجوية اللي بالكويت، جت الطائرة بالإحداثيات الفلانية هيك. استلمها بعد صارت خلاص من ضمن يعني خلينا نقول مسؤوليتك. طيب احنا استاذ سلام نكمل بس ناخذ جوله حتى نتعرف على الموضوع بيكم. تمام يعني نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، بس راح ناخذكم بجوله حتى نتعرف اكثر عن طبيعه العمل، خصوصا انه الاجهزه اللي موجوده بداخل الشركه. خليكم معنا. استاذ سلام خلينا نتحدث بعد بخارطة موجودة هسه اليوم، بمطارات هنا موجودات، هالخارطة وتفاصيلها اليوم ده. هذا فد شرح مبسط عن المنظومات اللي موجودة، منظومات الطيران اللي مسؤول عنها قسم اتصالات الطيران. نعم. طبعا الكوادر اللي موجودة بقسم اتصالات الطيران بحدود 200 موظف، جلهم من الاختصاصات الهندسية والفنية، حاصلين على شهادات تدريبية تأهلهم يديرون ويصينون هاي الأجهزة بأي وقت، موجودين بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بمطار بغداد، وكذلك عندنا نعم. يعني فد شعب او وحدات تابعت لنا بقيه المطارات. ليش تحتاج هذا الشعب؟ مجموعه المطارات الداخليه بحدود 8 مطارات بداخل العراق حاليا، عندنا شغالات، وعندنا كل مطارات دول الجوار هم حدود 9 مطارات اللي هن مثلا تركيا وايران، عندنا ربط مع الكويت والسعوديه، عندنا ربط وياهم مع جده والرياض وعمان، وعندنا سوريا والبحرين وكذلك لبنان. زين هسه هنا شبكه العراق خدمات البرقيات، البرقيات هي اللي تقصد عليها هنا البيانات؟ هذه في الشرح مبسط عن اللي موجود. مثلا نبدي بالجزئيه اللي خلينا نقول هي كلش مهمه، موضوع الرادارات. زين المراقب الجو اللي يعمل على البوزيشن يحتاج تغطيه راداريه. نعم. مغطيه لكل الاجواء العراقيه. زين. حتى يكشف الطائره ويقدر ينسق مع الطيار اللي موجود. هذه الطائرات العفو الرادارات اللي موجوده بالغالب
يعني توفر لك تغطية بحدود 250 نوتيكال مايل، يعني ما تغطي كل العراق، فتضطر تخلي فد توزعها جغرافيا حتى تشمل لك كل الأجواء العراقية. فعندنا موجود رادارات بمطار بغداد، وعندنا بالنجف، وعندنا بالناصرية، وكذلك عندنا بالبصرة، وعندنا بكركوك، وموجود عندنا بقية الرادارات، وعندنا حاليا إن شاء الله على الموصل يتم الآن إعادة عمارة، وعندنا بعين الأسد أيضا كذلك موجود رادارات. هذا الرادارات حتكفر لك كل الأجواء العراقية من حيث التغطية الرادارية، حيستفاد من عندها المراقب الجوي أنه يكشف الطائرة حتى يقدر يعرف أنه مكانها وينسق مع الطيار. طيب. المنظومات الثانية اللي موجودة نفس المواقع اللي موجودة بها التغطية الرادارية للرادارات حتحتاج فويس VHF، فويس VHF الصوت يعني حتى يتكلم المراقب الجوي مع الطيارة. الفويس هو خلينا نقول هو أكثر أهمية من التغطية الرادارية. في بعض الحالات تفقد التغطية الرادارية فتضطر أنه تتكلم مع الطيار نفسه، تعرف البوزيشن مالته وتتحكم يعني تبدأ سيطرة وياه على الوضع اللي موجود عنده، يعني تفقد خلينا نقول تغطية رادارية. تضطر بهاي الحالة أنه تستخدم الصوت، يعني حاليا مثلا وين البوزيشن مالتك، أصعد فلان ليفل فلان ليفل. فالفويس والتغطية الرادارية جدا مهمات بالطيران البدري. طيب هذه الخارطة كملنا منها، أنا أرجع هنا على الخطوط، هذه خطوط هاي الممرات الجوية. الممرات الجوية إيه بالعادة. هذه شرح مبسط عن الممرات الجوية. هذه الممرات مرسومة موضوعة ومشيرة، يعني خلينا نقول عالميا موجودة انه هذه الاجواء العراقية اللي معتمدة عند العالم. هي موجودة، هي توضع بخطمات الطيران، هذه موجودة مسقطة. هذه ممرات مرسومة تسهل عملية انسيابية حركة الطائرات بالاجواء العراقية. يعني الطائرات اللي تجينا من خلينا نقول مثل ما قلنا من اوروبا تريد تعبر على الخليج او تكمل، تستخدم هذه الممرات. هذه الممرات يستخدمها المراقب الجوي. كم ممر تقريبا؟ حسب اللي موجوده. الممرات مثابته، خلينا نقول هنا عندك حاليا فد ممرين رئيسيات. نعم. واكو ممرات فرعيه، واكو ممرات حتستحدث ان شاء الله. عندنا خطه نحول من الارناب 5 الى ارناب 1. ارناب 1 وبمكان ما عندك اثنين ممرات جويه. نعم. واحد خلينا نقول للدخول والثاني للخروج لعوده الطائرات، حيصير اربعه. هاي الفكره ان شاء الله اذا صارت حنعمل عليها، حتزيد الكباستي مالتك، السعه حتستخدم يعني تستقبل طائرات بعد اكثر. نعم. وتقلل الزخم بنفس الوقت، انه استيعابك للطائرات يعني بمردود للدولة. يعني باليوم ايش قد جاي تستقبلون طائرات؟ ايش كم طائره جاي تسير رحلات؟ يعني توصل يعني جت حاليا خلينا نقول بحدود 600 و 650، جت فترات صعدت 900 حسب الوضع اللي صار، مثلا احداث داعش لا قلل الوضع يعني لهذه. ان شاء الله احنا في زياده، وهذه الخطه انه نحول الى الارناف 5، العفو من ارناف 5 الى ارناف 1، حيعطيك كباستي اكثر، حيزيد عندك يعني الممرات تقدر تستوعب طائرات بعد اكثر. اكيد هاي الطائرات كل ما تمر حتاخذ انت عليها فد لاندي فيز انه الاوبر مالتك، هذا حيكون لك فد مردود للحكومه العراقيه وكذلك للشركه العامه للخدمات الملاحه الجويه. السلام، احنا حاليا هسه هنا موجودين. نعم. وهاي الشاشات اللي موجوده للمطارات، شو تحدث لنا عليها شويه؟ هذا مطار بغداد الجنوب الجنوبيه تمام. هذا سنتر النوك اللي هو نتورك اوبريشن سنتر. هذا السنتر المسؤول عن مراقبه الكونكتيفيتي او ربط المطارات. نعم. المطارات الداخليه اللي موجوده عندنا ومطارات دول الجوار بها رادارات وبها محطات في اتش اف وبها البرقيات وبها هوت لاين. هذا تحتاج توصل بيانات مالتها الى مطار بغداد المقر الشركه العامه للخدمات الملاحه الجويه. فالربط اللي موجود هذا حاليا اللي هي هاي الشبكه، هاي شبكه كيبل ضوئي. كيبل ضوئي يعني هذه الشبكه توفر الربط مال 18 مطار قلنا مع الملاحه الجويه. فقط 18؟ 18 ما مطار. يصير اكثر؟ يصير مو ليش ما يصير، بس انه حاليا اللي. نعم. موجود عندنا 8 مطارات داخليه وعندنا كل دول الجوار رابطيها. نعم. فعندنا 18 مطار يعني تقريبا، هاي ال 18 مطار موفرت لك كل دول الجوار. زين. تستخدمها. فهذا السنتر من يمه يتم انه اداره وصيانه. نعم. هاي الشبكه ومراقبتها. يعني هنا مثلا عندك المطارات الشماليه وهاي المطارات الجنوبيه، هنا كل مطارات دول الجوار تقدر تطلع عليها. كذلك الشبكه الداخليه لمطار بغداد، وهذا السنتر نفسه الجزء هنا اللي موجوده. هاي هذا السنتر اللي موجود، هاي الشبكه للمنظومه الموجوده، هاي انطت فد رياده للشركه العامه للخدمات الملاحه الجويه. حاليا عندنا ربط مغطي كل المطارات العراقية. زيادة. ومطارات دول الجوار، يعني الحمد لله والشكر يعني موفرين أكثر من المتطلب اللي علينا. موجود من خلال هذا الربط، والجزء اللي موجودة عندنا من شركة سيسكو رائدة بهذا المجال طبعا أكيد،
وأجهزة يعني آخر فيرجن موجود، والكادر اللي موجود يعمل عليها كادر ممتاز ومدرب عليها، والحمد لله الأمور مرتنا كل الطبيعية، والبيانات مشفرة أكيد تعرف هذا طيران وحساسية الموضوع بها مشفرة، أنه كل البيانات عندنا أجهزة تشفير موجودة خاصة بنا للحماية أكيد هذا طيران موجود. فهذا السنتر هو هذا المسؤول عن مراقبة وإدارة جميع الشبكة، يعني خلينا نقول الشبكة الخاصة بالملاحة الجوية العراقية. المراكز السناتر الأخرى شنو؟ هسه نطلع عليها. خلينا نروح بعد. تمام. يلا مشاهدي الكرام تواصل معكم خليكم. هذا سنتر الـ ATM أو سنتر السيطرة الجوية. بهذا السنتر يتم معالجة جميع الإشارة الرادارية حتى تظهر يم المراقب الجوية على شكل أهداف، والتفاصيل الديتيلز كلها اللي موجودة بها من ارتفاعات واسم يعني الكودات اللي موجودة عليها. تعرف الاشاره اللي تجي توصل من الرادارات توصل يعني اشاره بيور، خلينا نقول صافيه غير معالجه، هنا يتم معالجتها وتشفيرها وفك التشفير اللي عليها حتى توصل للبوزيشن عند المراقب الجوي انه تكون ظاهر على الشاشه. هنا هو خلينا نقول هو سيطره وتحليل رئيسي لهاي الداتا، كذلك التغطيه الصوتيه منظومه الصوت اللي بي سي سي اس والريكورد هنا يكون عليها، هنا يتم معالجتها. الكونسولات اللي موجوده يعمل عليها المراقب الجوي الداتا مالتها توصل لمنا تصعد عنده، هاي هنا الداتا راح تكون انه معالجه تظهر بكل التفاصيل اللي موجوده بيها، يستخدم بها الصوت الفريكونسيات اللي يتكلم بها مع الطيار، وكذلك يكون عليها ريكورد مسجله في حال لا سمح الله صار حادث او احتاجنا بلاي باك، كله نرجع لهذا السنتر. هنا هو السنتر الرئيسي خاص بالسيطره كلها الجويه، وهذا السنتر سنتر الاي تي ام. هذا السنتر الاخر اللي موجود، هذا تقريبا يحوي اغلب المنظومات العامله بقسم اتصالات الطيران، هنا اللي موجوده السيرفرات الرئيسيه اللي تكون بيها، بالاضافه الى السنتر الاس ام سي اللي تشوفوه خلفنا هنا. هنا طبعا يتب 24 ساعه مراقبه جميع المنظومات والسيرفرات في حال انه صار عليها انطفاء او صار في مشكله فنيه تكون بيها، وكذلك هي حلقه توصل بين المراقب الجوي وقسم اتصالات الطيران، مثلا صار عنده مشكله بالفويس او اذا طلب اي تدخل فني، مجرد ما يتصل هوت لاين موجود هنا موظف 24 ساعه ويراقب كل المنظومات اللي موجوده، حيصير حلقه توصل وتنفتح بها فد تاسكات لحد ما يصلح العطل اذا صار هيك. فهذا سنتر الاس ام سي. بالاضافه هاي الاجهزه اللي تشوفوها البقيه هي اللي بقيه المنظومات اللي خاصه بقسم اتصالات الطيران. على سبيل المثال عندنا منظومه الاي ال اس الخاصه باللاندنج اللي هي تستخدم على المدرج اللي يستخدمها الطيار انه من يوصل مرحله التقرب للمطار حتى يكون مثلا بالسنتر مالت المدرج او زاويه الهبوط اللي بتكون بها، فهاي منظومه الاي ار اس. وكذلك المنظومه الثانيه عندنا منظومه اللي موجوده عندنا الايواس، منظومه الايواس اللي خاصه بالوذر بالطقس، الطقس اللي بداخل المطار انه ايضا يستخدمها الطيار من يوصل لمرحله التقرب للمطار، يريد يشوف مثلا الفيزيبيليتي الرؤيه والويند دايركشن سرعه الريح واتجاه مالته، وكذلك البرجر رطوبه عندك هيوميديتي فرط، يعني هواي شغلات يستخدمها. فهاي المنظومات هنا بقيه المنظومات العامله الموجوده بقسم اتصالات الطيران. لو ردنا نتحدث عن العراق اليوم هو كممر ذهبي يعتبر، كشركة كوزارة نقل داركة بهذا الموضوع، ايش قد جاي تدخل طائرات ايش قد جاي تطلع طائرات بخصوص هذا الموضوع خط الممر الذهبي؟ صراحة بداية الكل تعرف من ذي القدم انه موقع العراق عبارة عن موقع جغرافي وقلب الوطن العربي بكل الامور من ناحية البر والجو. مؤخرا صار اكو تصاعد بالنسبه للتسويق الجغرافي للاجواء العراقيه. الاجواء العراقيه تعتبر الممر القصير بالنسبه للربط الخليج، مجلس التعاون الخليجي الجي سي سي وكذلك اوروبا من ناحيه الاجواء العراقيه. فاكثر الطلبات اللي تخص الممرات الجويه تجي هي من الخليج، تتوجه مباشرة إلى أوروبا. الشركات والطيران، شركات الطيران والإيرلاينز دائما تفضل أنه تطير فوق الأجواء العراقية بسبب أنه قلة استخدام الوقود
رقم واحد. اثنين سلامة الأجواء العراقية من ناحية تقديم الخدمات كرقابة جوية وسيطرة ابتداء من المطارات العراقية وصعودا إلى الخروج إلى الدول المجاورة. طيب كم طائرة باليوم تقريبا كأقل تقدير جاي تدخل وتطلع خارج؟ هي هذا الموضوع صراحة بيفد تاريخ قديم. قبل أحداث داعش كانت عدد الرحلات يتراوح من 800 إلى 900 رحلة باليوم. وراء بعد أحداث داعش الموضوع صار تدريجي، زيارة الرحلات ابتدى من 50-60 طيارة إلى حاليا يتراوح بين 450 إلى 550 طيارة حسب المناسبات الدينية والعطلة الصيفية. أستاذ مصطفى، لو أردنا نتحدث عن صعوبة العمل، نوع العمل اللي جاي تواجهونها، خصوصا أنه حساسين أنتوا نوعا ما من الضوء اللي جاي، شوف سبب حساسية الضوء بسبب أنه عندنا الليبلات اللي هي معلومات الطائرة بداخلها تكون كل صغيرة، وبهيك حالة لازم المراقب الجوي يكون التركيز مالته كلش عالي. في حال تغيير بالارتفاع، تغيير أي معلومة بالطائرة، راح يقدر المراقب رأسا يشوفها، رأسا راح يقدر يلاحظها. فإذا كان الضوء عالي فما راح يقدر يشوفها بالصورة الصحيحة، لذلك دائما يشوف غرفنا معتمة ظلام. السيستم هذا النظام عالمي كل دول العالم بدها تعمل به؟ نفس الشيء كل دول العالم تعمل به، بس مو السيستم مالتنا، خلينا نكون واضحين. الفكرة نفس الفكرة، العتمة نفس العتمة، نفس الظلام اللي نشتغل به، بس كسيستم يختلف، كل دولة لها سيستمها الخاص. اي كل دولة لها سيستمها الخاص. ما مربوطين بنظام سيستم عالمي واحد؟ شنو قصدك بنظام سيستم عالمي؟ انه هذا اللي جاي تعملون به الابلكيشن. الابلكيشن لا، كل دولة عندها الابلكيشن الخاص بها. كل دولة. اي كل دولة عندها الابلكيشن الخاص بها. يختلف من دولة إلى دولة. طبيعة العمل مالتنا كوحدة مراقبة المنطقة، نستقبل الطائرات العابرة للأجواء العراقية. طبعا أحب أوضح فكرة، احنا نعتبر الممر الذهبي بالعالم كعراق. كعراق ليش؟ أقصر مسافة بين كل الدول، اللي يريد يطير من أستراليا يروح لأمريكا يعبر عليه، لأن احنا نعتبر أقصر مسافة. الفكرة ما موضحة للناس انه هو آلية الطيران شلون، لأن عندك الكرة الأرضية مكورة، فمن يعبر على القطر مال الكرة الأرضية الوسطي راح ياخذ مسافة طويلة، لكن من يعبر باتجاه الشمال أو الجنوب راح ياخذ مسافة أقصر. زين، بهاي الحالة أنه أكو طائرات جاي تفوت من ممراتنا، الممر الذهبي خلينا نقول. طائرات واجهة تفوت، كل الشركات جاي تعبر عن كيلان. أكو شركات محظورة؟ لا ما عندنا. ممنوعة لو أي شركات محظورة؟ ما عندنا. كل الشركات تعبر فوق، أنا طبيعي أقدم خطة الطيران، قسم التسهيلات، قسم التسهيلات يعبر لنا المعلومة وإحنا نعبر الطائرات الموجودة. ما عندنا في الشيء يعني انه ما عندنا طائره ممنوع انه تعبر، اللهم الا اذا اجتنا من سلطه الطيران المدني انه فلان طائره ممنوع تعبر الاجواء، فلان طائره خلاص بعد ما تفوت الاجواء. شو تسوي هاي الحاله؟ شو تنحى ما تطب، تقول انت ممنوع تدخل الاجواء العراقيه. طبعا احنا قبل لا تجي الطائره الاجواء العراقيه بنصف ساعه الدوله المجاوره اللي راح تعبر لخطه طيرانها راح يقول لي هذه الطائره راح تعبر عندك الاجواء مالتك بهذا الارتفاع. واي وحده دخلت خلط يعتبر اي وحده اي خرق اكيد. خرق شلون جاي تمنعوه؟ والله هذا المنع مو يهم، انا ابلغ بالدفاع الجوي، ابو الدفاع الجوي يتصرف. اي مو يهم التصرف، انا اقصى الامور اللي يعطيها انه عبر معلومه للدفاع الجوي، ابو الدفاع الجوي يتصرف وياها. لكن بالنسبه اذا هي كانت طائره ممنوعه فانا ابلغ بدوله الجوار انه هذا طائره ممنوعه، فراح تفتر وترجع ما راح تدخل الاجواء. اذا بالتالي احنا الممر الذهبي. اي الممر الذهبي، وان شاء الله نبقى الممر الذهبي بوجود هيك ناس ذهب تعمل من اجل خدمه المواطنين. متواصلين معكم، خليك معنا. مشاهدي الكرام، متواصلين معكم بتغطيتنا، وبالتالي احنا متواجدين باعلى نقطه بمطار بغداد الدولي الا وهو برج المراقبه، اللي من خلال هذا المكان هنا تتم يعني اداره الطيران والهبوط وما شابه ذلك، وتزويد الطائرين بكل المعلومات والبيانات اللي موجوده. مع المراقب استاذ عدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الله يحفظك ويسلمك. طبيعه العمل هنا، دوركم، سولف للاشياء، شنو اللي جاي يصير خلف الكواليس اللي ما يدري بها الطيار، اللي ما يدري بها المسافر؟ احنا طبعا كل الشغل هنا المراقبة الجوية تسهيل كل المعوقات وتذليل المعوقات للطيار، من ضمنها اللي هي طبعا خطة الطيران. نعم. الخطة الطيران اللي هي صير تنسيق مع عندنا قسم تابع لنا اللي هي قسم الاي اي اس المعلومات الطيران، عندهم شعبات التقارير الطيارين اللي ننسق وياهم، تجينا خطة طيران كاملة هاي توصل حتى للدول الطائرة المتوجهة لها طبعا، واي شيء يصير تنسيق بين الطيار واي قسم من بقية الاقسام المطار مثل العمليات تصير طبعا من خلالنا.
وحتى اللي في بعض الأحيان تكون هناك عندنا مطارات مغلقة أو مثلا خاصة في حالة الأجواء المتردية تكون مطارات تنغلق النابات الطيارة يعني ما يكون عنده معلومة ما وصلت المعلومة فنوصل المعلومة من هذا المطار مغلق. عدة أمور صير تنسيقية من ضمن حالات الطوارئ للطيار اللي صار عنده حالة طارئة هم يصير عن طريقنا والتنسيق مع بقية الأقسام الموجودة بالمطار. وطبعا هو المراقب الجوي عمله الأساس هو شلون نفصل الطائرات وتكون توصل بسلامة من مطار إلى مطار. أما شغلنا هنا في مطار بغداد الدولي إحنا الطيار قبل ما يشغل هو يطلب الفلات بلان مالته وننسق له الروت مالته الطريق اللي راح يسلكه وبعض المعلومات اللي تخص الطيران مثل السكواك الكود حتى على مود هذا يكشفها الرادار ينتصر عن طريق المراقب الجوي ينطي المعلومات للطيار. والبرج بالذات عندنا البرج مقسم إلى ثلاث أقسام اللي هو المراقب الحركة الأرضية والمساعد والمراقب البرج اللي هو يسيطر على الأجواء اللي الطائرات البجو والطائرات اللي تقلع من المطار. في حال أنه الحالات الطارئة اللي تصير أو تحدث مع الطيارين والطيارات مثلا عطل أو خلل فني هاي شلون تعاملون به؟ هاي عندنا طبعا احنا كل المراقبين بصورة عامة واحنا قبل فترة ما اخذناها كل سنة المراقب الجوي يدرب على حالة الامرجنسي حالات الطوارئ شلون يتعامل لها كل حالة تختلف عن حالة. اكو حالات خطرة خلينا نعطيها نقول حالة طوارئ قصوى اكو حالات تكون اقل خطورة هاي كل واحدة تختلف عن الثانية. الحالات اللي تخص سلامة الطائرة واللي تأثر على الطائرة والمسافرين هذه تكون حالات قصوى وعندنا نظام أو بروسيجر معين إحنا نتبعه. وهي بالجو؟ هي قبل ما توصلنا طبعاً قبل ما توصل مثلاً عندها طيارة مثل المحرك مالتها مثلاً صار عطل أو خارج الخدمة أو صار حريق بالمحرك أو مثلاً داخل أكو عندنا نوبات بعض المسافرين صار مشاكل إحنا نقول عليه أرو لباسنجر صار مشكلة داخل الطائرة. كل حالة تختلف عنها النوبات الطيارة يصير اصطدام ويا طيور بالجو يأثر على الطيارة على النوافذ على البودي مات الطائرة أو المحرك مات الطائرة كل حالة تختلف عن الثانية. فكل حالة احنا أبرز حالة صارت وياكم هنا خصوصا جيت صالكت هنا أنا تقريبا هنا بال 2005 أنا هنا مراقب جو أقوى حالة أو حالة مميزة بقى صارت يعني هيك خطرة هي كل الحالات تقريبا صارت يعني كل يعني تقريبا كل الحالات اللي صارت اللي هي عندنا اصطدام طائرات بطيور هاي الطيور طبعا كلش خطرة تحترق بها المحركات الطائرات. عندنا حالات انه طيارة اللي يكون اللاند جير مالتها الطائرات اللي ويارة مالتها تنزل فهي يكون على خطرة. هذا الكفيلر هاي يكون خطر عند الطيار اللي ما يقدر يسيطر على أنظمة الطائرة. وعندنا هناك همين حالات كثيرة يعني من ضمنها عندك بعض المسافرين يصير حالة غضب أو يصير شجاعة داخل الطائرة لازم نحضر لها سيكوريتي بوليس حتى على مود رجل الأمن الشرطة يتلقونه أو مثلا يعني أول ما تنزل الطيارة يأخذونه يحققون وياه. بس كم طائرة جاي تقلع وتهبط؟ حسب كمعدل احنا تقريبا هنا في مطار بغداد الدولي ما بين 130 الى 150 طيارة باليوم الرحلات حسب يعني تعتمد عسكري والمدني بتعتمد عندنا احنا يسمونه سيزا خاصة اوقات الصيف هاي تكون الذروة مالت الطائرات عندنا هنا في مطار بغداد الدولي. زين اكو تحديات بعد اخرى انه تواجهكم؟ احنا عندنا هواي شغلات التحديات اللي هي تخص المراقب الجوي شغلك شغل فني نوبات يعني نوبات التعاون ما بين الطيارين وبين المراقبين النوبات الاتصالات تكون عندنا عائق همين كلش قوي. في بعض الاحيان يعني العوائق اللي تصير عندنا هي امور فنيه بحته يعني تخص المراقب الجوي وعندنا هناك عوائق مثلا في حالة انه يصير عندنا عطل او مثلا كسر في المدرج هذا تنغلق لغرض الصيانة هاي هنا شوي يعيق حركة المراقب الجوي خصوصا مو كل عندنا مدرجتين مو اثنينات المدارج المؤهلات كاملة عندنا المدرج اللي
على جهة الليفت اللي هي مدرج نحن نقول عليه القديم اللي ما بي إنارة، ها بالليل ما نقدر. عندنا بس الثريثيرات اللي هو مجهز بالأجهزة والإنارة نقدر نستخدمه بالنهار. في حالة إذا صار أي شيء على المدرج، في يعني كسر أو صيانة على المدرج الثريثيرات، راح يعيقنا العمل على الثريثيرات خاصة في يعني النايت أوبريشن عندنا في وقت الليل يعني وقت المساء. أشكرك عزيزي، ممنون. حقيقة جهود جبارة. أشكرك، ممنون. إن شاء الله رب الله يحفظك. أشكرك، أشكركم على الكرام. بالتالي إحنا اليوم عرفنا الدور اللي جاي تقوم به شركة الملاحة الجوية، خصوصا أنه التعامل مع الطائرات، التعامل مع الحالات الصعبة، التحديات اللي تواجه عملهم بشكل أو بآخر. لكن بالتالي أنه نتمنى لهم التوفيق على الجهود الجبار اللي دا تبذل، خصوصا انه المسافرين اللي بالطائره والطيارين بشكل عام يعني ما يعرفون شنو اللي جاي يحدث خلف الكواليس. بالتالي اليوم موجودين ما شاء الله فرق واعداد بشريه تعمل ليل مع النهار من اجل خدمه وسلامه المسافرين. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كهذا العمل.